السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس حسب آخر تحديثات النماذج العالمية. فإن كنت عزيزي المشاهد تشاهد القناة لأول مرة، لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعل الجرس للتوصل بجديد أحوال الطقس بالمغرب. إذا فيما يخص أجواء حالة الطقس لي هذا اليوم، إن شاء الله ستعرف المملكة خلال هذه الساعات نزول بعض السخاءات المطرية الرعدية بكل من مرتفعات الأطلس الكبير كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج: تنغير، تبان، تبني ملال، خنيفرة، وكذلك مرتفعات ميدلت وكيكو، إضافة إلى تازة التي ستعرف نزول زخات مطرية ضعيفة ومتفرقة خلال الساعات الأولى من مساء هذا اليوم، في حين استقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية من المغرب وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية. إلى هذا فيما يخص توقعات يوم الثلاثاء مساء بحول الله، بالنسبة كذلك للساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء بحول الله، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار في معظم مناطقنا الشمالية وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من المغرب كما يوضح لنا هذا النموذج. بالنسبة كذلك لمساء يوم الأربعاء 8 يونيو بحول الله، فمن المتوقع أن تعرف سلسلة جبال الأطلس الكبير تكون غيوم وقد تكون مصحوبة بزخات مطرية ضعيفة ومتفرقة كما يتضح من خلال هذا النموذج، وقد تشمل كل من منطقة أوكيمدن وكذلك الميتر، تبان، تيميلشيل، أسول وكذلك تنفيت وميدلت بحول الله وقوته مع استقرار الأجواء بباقي مناطقنا الشمالية من المغرب وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية كذلك. هذا فيما يخص أحوال الطقس ليوم الأربعاء. بالنسبة كذلك للساعات الأولى من مساء الأربعاء بحول الله، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار كما يتضح من خلال هذا النموذج. بالنسبة ليوم الخميس القادم بحول الله، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل كلي في معظم مناطقنا المغربية كما يتضح من خلال هذا النموذج، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 9 يونيو بحول الله. بالنسبة لمساء يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعرف مرتفعات الأطلس الكبير تشكل غيوم وقد تكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية كما يتضح من خلال هذا النموذج، وقد تشمل منطقة تبانت وكذلك أزيلال، أسول، إيميلشيل، الريش، تنفيت وكذلك مرتفعات ميدلت بحول الله وقوته، ولا ننسى كذلك مرتفعات توكيمبل التي قد تعرف تشكل غيوم خلال الساعات الأولى من مساء يوم الخميس بحول الله، مع استقرار الأجواء بباقي مناطقنا الشمالية والجنوبية وكذلك باقي مناطقنا الوسطى بحول الله. هذا فيما يخص يوم الخميس القادم. بالنسبة ليوم الجمعة، فأعزائي المشاهدين قد تستقر الأجواء في معظم مناطقنا المغربية الشمالية الوسطى وكذلك المناطق الجنوبية، مع توقع نزول بعض الزخات المطرية الضعيفة على مستوى سواحل طنطان وكذلك سواحل أخفنير كما يتضح من خلال هذا النموذج، وقد تكون زخات مطرية ضعيفة جدا في هذه المناطق من استقرار الأجواء بباقي مناطقنا الوسطى والمناطق الشمالية من المغرب. هذا فيما يخص توقعات صباح يوم الجمعة. بالنسبة كذلك لمساء يوم الجمعة، فلا جديد يذكر بما يخص أحوال الطقس باستثناء نزول بعض الزخات المطرية خلال مساء يوم الجمعة، وقد تكون على مستوى الأطلس الكبير كما يتضح من خلال هذا النموذج، وكيمنا غادي بوعجيبة زيدان وكذلك بني ملالي ميلشيت نفيت زاوية الشيخ وكذلك الجهة الشرقية بحول الله ميدلت، وكذلك متابعينا الأكارم قد تعرفوا أوطة الحجر كذلك سكورة مداز وإفران وتنديد تشكل عواصف رعدية بحول الله خلال الساعات الأولى من مساء يوم الجمعة القادم. هذا فيما يخص توقعات يوم الجمعة بحول الله وقوته. بالنسبة كذلك لمساء الساعات الأولى من ليلة الجمعة، فمن المتوقع دائما تستقر الأجواء بباقي مناطق الشمالية كما يتضح من خلال هذا النموذج، مع تشكل بعض الزخات المطرية العاصفية والرعدية بكل من إفران، أوطة الحاج وكذلك خنيفرة معتركة وكذلك ميدلت، تنفيت، تيميلشيل، بني ملالة، زيلال، مرتفعات بنت وكذلك الميتر وأوكيم بحول الله. إذا هذا فيما يخص توقعات أحوال الطقس الخاصة بيوم غد الأربعاء بحول الله وكذلك الأيام القادمة، لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة للتوصل بجديد أحوال الطقس بالمغرب، ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.